انفتاح العراق على العالم دبلوماسياً ومشاركة الإعلاميين بشكل واسع في المحافل الدولية والمؤتمرات رفع مستوى الحاجة لإقامة دورات فن التعامل وإدارة الحديث، انطلاقة قوية سجلتها شبكة الصحفيات وشبكة الصحفيين في نقابة الصحفيين العراقيين بتفردها بإقامة دورة في هذا المجال لعدد من الإعلاميين. بدأنا في نقابة الصحفيين العراقيين، وهي خطوة أولى لتشكيل شبكة الصحفيين العراقيين وشبكة الصحفيات العراقيات. الغاية من تأسيس هاتين الشبكتين هو جمع الصحفيين الشباب تحت مظلة نقابة الصحفيين العراقيين، وهذه الدورة اليوم هي الباكورة الأولى لجمع هاتين الشبكتين برعاية السيد نقيب الصحفيين الأستاذ مؤيد اللامي، وبتعاون بين شبكة الصحفيات العراق وشبكة الصحفيين الشباب قررنا نعمل ورشة فن الأتاكيت يحتاجها كل إعلامي بصراحة. صحيح إحنا ملمين بهذه الأمور، لكن يحتاجها بطريقة التعامل، بطريقة المحاور، بطريقة النقاش والسلام. تضمنت الدورة شروحات تفاعلية وتطبيقات عملية لأساليب التحية ولغة الجسد، إضافة للسلوكيات الواردة في تقديم البرامج من أجل تلافي الإحراجات التي تحدث أمام الكاميرا في اللقاءات الصحفية وعند استقبال الضيوف والشخصيات المهمة. حقيقة استفادة كانت أكثر من رائعة. هنالك بعض الأمور تصدر من الصحفيين أثناء تأديتهم للبرامج، كاستخدام القلم اللي ينطيك إعاز باسترسال سؤال آخر أثناء مواجهة الضيف، إنه دائما كثير من الصحفيين يستخدمون القلم يعني ما يعوفه نهائيا من إيده، وأيضا الورقة قد تكون لا تحوي على إعداد، ولكن ربما تحوي سؤالين قد يكون هو مجد في الإعداد لكن تعطيه قوة. إحنا ننقل واجهة حضارية عن إعلامنا كإعلام عراقي، فنفتقر بعض الأمور أحياناً أنه نسهو عنها باللاوعي نستخدمها، فأكيد يعني هاي الدورة راح تضيف لي أنا وحضيف للغير، وإن شاء الله الكل يستفاد من عندها. ضغوطات الحياة ومصاعب الحياة شوية أخذتنا بعيد عن تفاصيل هي بسيطة لكن مهمة، تفيد الصحفي والصحفية أيضاً، تفيد الرجل أيضاً مو بس المرأة. هذه الفرصة هي مناسبة حتى نتذكر بها عادات وتقاليد أهلنا اللي سميت الآن أتيكيت. بعض الأحيان في من الناس تستخف بموضوع الأتيكيت وفن الأتيكيت، لكن يعني هذا الشيء كلش مهم. لغة الجسد بالنسبة للإعلامي ومقدم البرامج وصحفي أو أي كان ضيف أو كان مستضيف، يعني فشيء ضروري جدا حتى يكون يخرج من الإحراجات اللي يتعرض لها يعني دعوات رسمية، جلسات دبلوماسية، وأيضا كقنوات فضائية وبرامج تلفزيونية. بعد خلو الشاشات من برامج الأتيكيت وفن التعامل مع الآخر، هذه الدورة هي نقطة نظام وإضافة جديدة لمناخ الإعلام العراقي، تعطي دفعة إيجابية للإعلامي ليظهر بشكل أفضل مهنيا واجتماعيا. مناف الموسوي، العراقية، بغداد.